يا مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الكونغ فو. أسف لأن كل هذه الحلقات كانت مظلمة، لذلك سأعلم أنه نعم هذا يبدو رائعا. نعم، وسنتدرب في مخداتي مجددا، سأحضرها وأضعها هناك. نعم لقد حضرتها. آسف. نعم، وأيضا ستشاهدون شخصا كأنه شخص يريد النظرة هكذا. كان ذلك يؤذي كثيرا. نعم، والآن مجددا يمكنك أن تفعل هذا. قوي جدا كما قلت لكم. أين يمكنك أن تشتري؟ إنها هكذا، يبيع هكذا. نعم، ويأتي معها هذه المخدات اللطيفة. والآن يا مشاهدين الكرام، سأريكم كيف يمكنكم أن تقتلوا عدوكم بضربة واحدة فقط. انظروا مجددا، تخيلوا أن هذا شخص حقيقي. نعم، وأنكم تستطيعون أن تفعلوا ما تريدون. ماذا تفعلون؟ أولاً تفعل هذا في رأسك، ثم هكذا. يعني كنت أمزح، ليست ضربة واحدة. نعم، تفعل هذا هكذا، ثم تفعلون هكذا، لكنكم في هذه المكان يبقى في نفس المكان هكذا بكل قوتكم، وتفعلانه 5 مرات لكي يشعر كأنه سيموت، وثم افعلوا هكذا. ويجب أن يحتمل. كان هذا مضحكا جدا. الآن مع السلامة في حلقة جديدة من الكونغ فو. اللقاء. مع السلامة.